المشكل اللي عند السكان ديال حي تيسير باسم الساكنه ديال حي تيسير عمليه الفيضاء مقاطعه مير السلطان، هو عندنا هاد الكراجات العشوائيين لنقل المسافرين اللي كياخذوا الترخيص ديال الارساليات، حاليا خدامين حدا الديور ديالنا ما كنعسوا لا ليل لا نهار، واخا كنديروا التعرض للجماعه اللي كتمنع هاد الترخيص كيقوم الرئيس ديال الجماعه بيعطيهم الترخيص، واخا كنديروا التعرض مسحوب التوقيعات معينه ديال المفوض القضائي كيعطيهم الترخيص. والمشكل الثاني اللي عندنا هو هاد الزنقه اللي العرض ديالها 4 متر، هذه خاصه بالسكان، كان هاد الحال استثنائي ان الكيران ديال المحطه يدوزوا من هنا واحد المده، اذا بهم بقاو ديما كيدوزوا، ملي دار المشروع ديال المحطه دار لي الشارع باش يطلعوا الكيران ويدخلوا المحطه، اذا كخليهم في هاد الزنقه كيوقفوا لنا حدا الديور ديالنا، ما تنعسوا لا ليل لا نهار، ارتئينا طرقنا جميع الابواب، درنا طلب مقابله السيد العام اللي كان كاتبه ما تيجاوبناش، حتى واحد ما كيتدخل في المشكل ديالنا، رئيس الجماعه شكينا عليه شحال مره، كاين معاينه ديال الشرطه الاداريه، معاينه المفروض ان هادشي مخالف للقانون، وهاد الناس ما داروا لنا حتى شي حاجه. كنشكيو كان السيد العمده رئيس الجماعه ديال الدار البيضاء جميع الجهات وزير الداخليه كلهم شكينا عليهم ما يفوق 600 شكايه ما داروا حتى شي حاجه، ارتئينا باش نكاتبوا صاحب الجلاله ان شاء الله باذن الله، كاتبناه ان شاء الله باذن الله ودرنا اللافتات باش نستنجدوا بملك البلاد ان شاء الله هو اللي يحمينا، يحمينا من هاد الناس ديال المسؤولين عن السلطه المحليه في منطقه الفيضه والمسؤولين على الشأن المحلي، راه ما تيديروا لنا والو، راه ما داروا حتى حاجه، راه هادشي كلشي غير الوعود الكاذبه، وما تيرفضوا المقابله ديالنا وما تيجاوبوناش على الشكايات ديالنا وما داروا لنا حتى حاجه، واحد الفوضى عارمه ما تنعسوا لا ليل لا نهار، هاد الكراجات العشوائيين كيخدموا حتى الجوج ديال الليل وكيحلوا مع الاربعه ديال الصباح، لا يعقل لا يعقل، السبت وحد ما عندهم لا عيد لا والو، ونقل المسافرين مع العلم ان الترخيص فيه ارساليات، ارساليات هي اللي كنعرفوا نقل البضائع فقط، وخدامين وكنشكي وكيقول لك ما نقدر ندير ليه والو، كيفاش ما نقدر ندير ليه والو؟ واش هذه بلاد ديال الفوضى؟ ما كاينش قانون، وكاين سيدنا ان شاء الله هو اللي غادي يحمينا، وكنتمناو من كاع الناس اللي كيشوفوا المشكل ديالنا يتعاطفوا معنا ويساندونا باذن الله. بالنسبه خويا هذا المشكل هذا اللي عندنا مع الكراجات هذو ديال الكيران هذو ما عندهمش حتى الرخصه وكيتزاولوا هذه المهنه ديال نقل المسافرين، كيجيبوا لنا المسافرين بزاف، شي كيهز شي كيحط الجوقه ديما قدام الدار، بنادم كيهود اللي كيقدر يحا الشوق قدام داركم، يعني انت كتهود انت كتصدم بواحد المنظر اللي كيبان لك بنادم داير لك طواليت حدا داركم، وعاده باش ملي كتمشي كتشكي ما كتلقى حتى شي جواب. كاينين الناس راسلنا كاع الجهات المختصة بما فيهم العمدة، كنديروا تعرضات، راسلنا السيد العام، راسلنا السيد رئيس الجماعة، راسلنا كاع الجهات المختصة، حتى وزير الداخلية راسلنا، وما كيعطيوك حتى شي حل، كيديروا تدخلات محتشمة وسميتو، يعني ما كيديروش واحد القرار اللي غادي يوقفوا لنا هذا الشيء، كيجيو كيقول لك لا راه هما راه خدامين، كيجيو بكيران كيهزوا غير إرساليات، لا سيدي ما كيهزوش إرساليات، كيهزوا المسافرين، وحتى لا كانت الإرساليات راه كاينه واحد عنده واحد البوند ديالو، خاصهم يجيو كاميونات اللي كتهز ديك الإرساليات، ماشي الكار على قدو فيه واحد 8 متر وكيتصفوا لك 3 4 ديال الكيران وكل كار عنده 60 مسافر، يعني تخيل هذاك الديكور كيفاش كيولي قدام الدار. وخويا حنايا بغينا غير نرتاحوا، حنايا ما عندنا ما نديروا حنايا حتى شي مشكل، بغينا نرتاحوا، بغينا خويا الطريق هذا المسار هذا كان بعدا غير بروفيزوار، ما كانش كيدوز خصو يدوزوا منه الكيران، كانوا غير على ما يديروا لي طريق اللي اوفيسيال فين غادي يبدا يدوز، ومني من سالات شي كامل خلاوه بحال هكا، بقاو تخيل معايا 1500 كار كل نهار الي روتور الصباح بالليل ما كيسدوش، كيسد مع الجوج وكيحل مع 4:30 ديال الصباح، قول لي هاد الناس هادو امتى غادي يرتاحوا؟ ما نوريو هاد الرساله هادي كنوجهوها لصاحب الجلاله هو اللي كنترجاو منه يلقى لنا شي حل لهاد الشيء، راه تسنانا هادوك الناس كاملين حتى شي واحد ما جاوبنا، انا دابا كنتسناو صاحب الجلاله هو اللي غادي يجاوبنا ان شاء الله هو اللي غادي يلقى لنا حل.